كفل سبامست كشف الغواش عن تلبسي جماعة الأحباش يا أحباشوج مامتاشانا بجتا بقرآن الحديث سمتا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمنا الله تشولين ودهتوشي دمن كرما تشولين يال إن شاء الله زاريم تكتاتاي هنو جيغان قبقابينا وسان تمرتاتشن لكتلنو كشف الغواش عن تلبسي جماعة الأحباش. بزو بجيتانو مي ورورو بيك أنو بزو نغروش ناتشو تقورتو يتكتلو سواتشن بجيتالاي يتتعليالو. ብዙ ሰዎች ናቸው ብዙ ነገሮችን ያድበሰበሱና እየደበቁ ያሉት ማለት ነው። ሐቅን ሰዎች ትክክለኛው አቂዳ እንዳይደርሳቸው የሚያደርጉ አያሌ ብጅታዎች ከአህባሽ የጥመት ቡድን ኮዲያም ኮዲህም እየተወረወሩ ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩነቱ ግን የሱና ብርሃንን ማጥፋት አይችሉም። ገና እንደተወረወሩ ባሉበት ማሽው ነው የሚቀሩት። ቁርአንና ሐዲስ ያሟሻቸዋል ማለት ነው። ለዚህም ነው ከሽፉ ለገዋሽ አን ተልቢስ ጀማዓት አልአህባሽ። እንግዲህ ተልቢሳቸውን እየገፈፍን ነው በአላህ ፈቃድ። ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። እኛ ብልሃትም የለንም፣ ኃይልም መረጃም ዒልምም የአላህ ነው። ስለዚህ ኢንሻአላህ ቁርአናዊ ፈውስ ነው የምንሰጠው፣ ሐዲሳዊ ፈውስ ነው የምንሰጠው ማለት ነው። ዛሬ ከዚሁ ከእጅ ጉዳይ ጋር ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንግዲህ እጅን አጽድቀናል አልሐምዱሊላህ። እጅ ጽናጽድቅ ግን ለይሰ ከሚስሊሂ ሸይ ወሁወ ሰሚዑ ልበሲር፣ የአላህን እጅ የሚመስል የፍጡራን እጅ የለም። ለራሱ የተለየ ለራሱ የሚያምርበት የሆነ እጅ አለው፣ አለቀ። ሁለት እጆች አሉት፣ ቀኙ የማይጎድል ሁለት እጆቹ የተዘረጉ በሐዲስ መጥቶልናል፣ አለቀ። በእጅ ጉዳይ ከነዚህ ነጥቦች አንሻገርም ማለት ነው። ዛሬ ምን ገፈው ማምታቻ፣ አላህ ስንት እጆች ነው ያሉት? ሁለት፣ አንድ። ይህም በተመለከተ ብዙ ብዥታዎች ይለቀቃሉ። እዛ አካባቢ ላይ ያሉ ነጥቦችን ነው ዛሬ የምናየው ማለት ነው። እንግዲህ هل اليد واحدة أو متعددة؟ إن نطب إذن نونجري زاري من نشكركرو يا الله سبحانه وتعالى إج أندنو ويس كأند بلي. سلزيه لمثالي فإذا قال قائل عند سو كم لله من يد؟ لا الله سبحانه وتعالى سنت إجلو وبلو عند سو بيتيكا نقول له يدان اثنتان، هلت اجوش علوت بلن لباتشن مولتن ان ملس لتالن. ايه دقمو كقرآن كحديث تيزو مالتنو تنانت مرجوش ناكربنا المالتنو. لا الله سبحانه وتعالى هلت اجوش علوت بلن ملاشن ستوالن مالتنو. قول الله تعالى انجلي ما سرجعوچاچو مندنو يميل طياقي لينسا سلميچل قوله تعالى وهو يتمدح بكمال القدره ملو يهونه قدره چلوتا اندالو الله سبحانه وتعالى يناغرال مالتنو ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي بلو سورة الصاد أنك السبع مستلعي تناغروال ولو كان له أكثر من اثنتين لقال بأيدينا الله سبحانه وتعالى كهولت إجوش بلاي بنورو تنورو
ما منعك أن تسجد لما خلقت بأيدينا النبرة بيدينا يالو بيدي، لأن الأكثر أبلغ في القدرة من الأقل. مشم كتنشو بزونو حق من قدران مشال لجلس يميشلو تنش قطر تنشنو عندك قطر عندنا من يوم على ثنونا كأند الجبل كولت الجبل بنور الله سبحانه وتعالى بأيدينا بلو ينكر نبر. فلما قال في مقام التمدح بالقدرة والقوة والتشريف لآدم لما قال بيدي، لما قال بيدي علم أنه ليس له إلا يدان اثنتان. قريه صرف نحو يمي جلسو بزير ردو على مالتنا. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يسيل بيدي يمي لو هلت الجندال لو ياسر الدال مالتنا كهولت الجبلاي كهولت الجبلاي نروت بنبر بأيدينا بلو يجلس أو نبرنو. سورة المائدة لا يتتكسو يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان إلى. وهذا في مقام الثناء على الله بكثرة العطاء زي لا يذكر أنا أنكسو لا ينقدي يا الله لقاس النت بميجلس ونيتانو انقدي هلت الجوش يالو مهونون بميجلس ونيتاي قربه مالتنا. ولو كان له أكثر من اثنتين لذكرها الله سبحانه وتعالى كهلت الجوش بلاي نروت بنبر يتكسو نبر، لأن المعطي بثلاث أكثر من المعطي بثنتين. ما كم الله بل يداه مبسوطتان يسيل هلت الجوش اندالو دي يقلسنو معطينا والسنقدي صحاء الليل والنهار نوبلنا سلازي كذي الجوش بلاي نروت بنبر يقلسو نبر الله. ولكن الكمال كله لله عز وجل باليدين اثنتين، فإذن لله تعالى يدان اثنتان إن لعلنا مالتنا إينو ما سرجاتشن قرآنوي قالاتوچو አቀማመጦቹ ራሳቸው እጅ የሚለው ቃል ራሱ ቁርአን ውስጥ አቀማመጡ ሁለት እጆች እንዳሉት ለአላህ ይጠቅሳል ማለት ነው። فإن قال قائل عند سو እንግዲህ ያው ጥያቄ ሊያቀርብ ይችላል قد جاءت النصوص بأن الله يدا واحدا كقوله تعالى ጥያቄ ማቅረብ ተገቢ ነው። አንዳንድ ቁርአናዊ ቃላቶች አንዳንድ ሐዲሳዊ ቃላቶች አንድ እጅ እንዳለው ነው የሚገልጹት ስለዚህ እንዴት ሁለት እጅ እንላለን ተብሎ ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ተገቢ ነው ጤናማ ነው ግን ትክክለኛ መልስ ይሰጣዋል ማለት ነው። ለምሳሌ تبارك الذي بيده الملك بيده ከአንድ እጅ ናት ይሄው ምን ታመለክተው سورة الملك ላይ አንቀጽ 1 ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲሳቸው يد الله ملأ سحاء ብለዋል يهدنا وميلوا وزهم لي. فكيف تجمع بين النصوص ولماذا لم تقول إنه له يدا واحدة لمن عند جعله بلها التلم انديتنا جمع من تارقه فبلوت إياك اللي طيك إجلال هاي لا الله لا تجنا ويالله سنل هاي نزي حديثه تبارك الذي بيده الملك ميلو قرآن الله إن يو حديث الله سلزي انديتنا جمع من نادرقه تبلو ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ጥሩ ነው ይሄን መልሳለሁ። እንግዲህ ምንድነው መልሱ? من المقرر عند العلماء في الاستدلال እንግዲህ استدلال دليلን በማቅረብ استدلال በሚባለው የዕውቀት ዘርፍ ከዑለሞች እንደተረጋገጠው ይሄ እንግዲህ ቃዒዳ ነው። اذا جاء دليلان ሁለት ማስረጃዎች ከመጡ احدهما فيه زياده አንደኛው ጭማሬ ያለው ማለት ነው። አንደኛው የቁርአን አንቀጽ ላይ ሁለት እንዳለው ይጠቅሳል አንደኛው ላይ ደግሞ አንድ እንዳለው ይጠቅሳል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ዑለሞች ያስቀመጡት ህግ አለ ኡሱል ነው የቃዒዳ ነው በነገራችን ላይ መመሪያ ህግ ነው። እንግዲህ እያየነው ነው። ለምሳሌ የጀማዓ የሶላተል ጀማዓ ፈዲላን በተመለከተ በአንደኛው ሐዲስ ሶላተል ጀማዓን መስጂድ ከኢማሙ ጋር የሰገደ 25 ደረጃ አለው ሚላለ በሌላኛው ሐዲስ ደግሞ 27 ደረጃ አለው ሚላለ። ስለዚህ በዚህ ጊዜ በአንድ አጀንዳ ላይ
የተለያዩ ሁለት መረጃዎች ከመጡ የሚያዘው ማንኛው ነው? ዚያዳ ጭማሪ ያለው ነው ምን ይዘው? እዚህም ላይ ሱረቱል ሙልክ ላይ አንድ እጅ እንዳለው ይጠቅሳል። የዱላህ መላእስሐኡን የሚለው እንደዚሁ አንድ እንዳለው ይጠቅሳል። በሌላ ሐዲሶችና ቁርአኖች ደግሞ በልየዳሁ መፍስጦታኒ ሊማ ኸለቅቱ ቢየደየ የሚሉት የቁርአን አንቀጾች ደግሞ ሁለት እጅ እንዳለው ይጠቅሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ የትኛው ነው የሚያዘው? ኡኺዘ ቢዚያደቲ ጭማሬ ያለው ነው የሚያዘው ማለት ነው። ጭማሬ ያለው እስቲድላል ቅድሚያ ይሰጠዋል ማለት ነው። ለምን? ሊአነ ልአኽዘ ቢዚያደቲ አኽዙን ቢናቂሲ ወዚያደቲን ይሄ ነው ጭማሬ ያለውን መያዝ ሁለቱንም ያጠቃልላል ማለት ነው። ናቂሱንም ዝቅተኛውንም ቁጥር አንድ የሚለውም ይገባል፣ ሁለት አለውም የሚል ይገባል ማለት ነው። ነገር ግን አይ አንድ ነው አንድ ያለውን ነው የሚይዘው የሚል ሰው ወለው ይቅተሰርተ አላ ልአኽዚ ቢናቂሲ ለኡልጊየት ዝያደቱ ለቲ ጃአ ቢሃ ዛኢዱ ወሃዛ ኸጠኡን። አይ ሁለት አለው የሚለውን እጥላለሁ የሚል ሰው አደጋ ላይ ይወድቃል ማለት ነው። አንዱም ብቻ ነው ይኸው ተባረከ ለዚህ ብየድህል ሙልክ ስለሚል ለአላህ አንድ እጅ ነው ያለው ብዬ ላለሁ ቢል አደጋ ነው። እነዛንኞቹ አሉ ስለዚህ ቅድሚያን ይሰጣል ማለት ነው። ቅድሚያ የሚሰጠው ያ ነው። ይሄንኛው ይወድቃል ማለት አይደለም። አንድ አለው የሚለው ገባ እኮ አብሮ፣ ሁለት ስናጸድቅ አብሮ ገብቷል። ስለዚህ ኢንሻአላህ ይሄ ቃዒዳ በዚህ ተመልሶበታል ማለት ነው። ፈነቁል አንሱሱ ዳለቱ ዐለ ስነተይኒ ፊሃ ዚያደቱን ፈዩእኸዙ ቢሃ። ስለዚህ ነሶች ሁለት እንዳሉ የሚጠቅሱ ነሶች ጭማሬ ስላላቸው እነርሱ በዚህ ይያዛሉ ማለት ነው። ሌላው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሌላው ሁለተኛው ማስረጃ ሙፍረድ ኢዷፋ ተደርጋ ስትመጣ ዓምን ታመለክታለች ይላሉ የነሑ ሊቃውንቶች ማለት ነው። ለምሳሌ ቢየዲሂል ሙልክ የምንትለዋ ንግግር ቢየዲሂ ይሄው አንድ እጅን ነው የምንታመለክተው፣ ግን ኢዷፋ ተደርጋ ነው የመጣው። ስለዚህ ሊአነ ልየደ ለቲ ጃአት ሙፍረደተን ጃአት ሙዳፈተን የዱላሂ መልአ ነው። ለምሳሌ የዱላህ ተብሎ ኢዷፋ ተደርጓል ወደ አላህ ተጠግታ ማለት ነው። ቢየዲሂል ሙልክ ነው ቁርአኑም ላይ የሚለው ኢዷፋ ተደርገዋል ሁለቱም ቦታዎች ላይ። ወልሙፍረዱ ህጉ ምን ይላል? የአረበኛ ቋንቋ ህጉ ወልሙፍረዱ አለ ነጠላ ቁጥር፣ ይሄው አንድ ነው አንድ እጅ ነው የሚያመለክተውና ወልሙፍረዱ ነጠላ ቁጥር ኢዛ ኡዲፈ ኢዷፋ የተደረገ ጊዜ የኩኑ ዓመን ዓመን ነው የሚያመለክተው ነጠላን አይደለም አንድን አይደለም። ፈዩሽመሉ ኩለማ ሊላሂ ሚየዲን ወለው ዛደተ አለል ዋሂደቲ። ስለዚህ አንድን አይደለም እነዛኑ ሁለቱን የአላህ እጆች ነው የሚያመለክቱት ዓም ነው የሚያመለክቱት። ወሒነ ኢዲን ላ ሙዓረደተ በይነ መጂኢሃ ሙፍረደተን ወመጂኢሃ ሙሰናተን። ይሄ ሌላ ሁለተኛው ህግ ነው ምላሽ እየሰጠን ነው። የሚያምታቱ ሰዎች አሉ። እዚህ ቁርአን አንቀጽ ላይ አንድ ነው የሚለው፣ እዚህኛው ላይ ሁለት ነው፣ እዚህኛው ላይ ብዙ ነው። ገና ብዙ አሉ። ቢአይዲና የሚሉትንም እናያለን። ቢአይዲና አለ። እጅግ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። እንዲሁ ዝም ብሎ የሰለፎችን መንገድ የሚከተሉ ተማሪዎች፣ የሱና ኡስታዞች የቋንቋውን ህግ የማያውቅ ይመስሏቸዋል። ለማምታታትና ለመጥለፍ ከነርሱ በቃ በላይ ነሑና ሶርፍ የሚያውቅ የለለም ይመስላቸው በጫት የታወሩ ሰዎች አሉና ትልቅ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ በላይ አንድ ህግ አስቀምጠናል። የተለያዩ ቦታዎች ላይ ዚያዳና ናቂስን የሚያመለክቱ ከመጣ የሚያዘው ዚያዳው ነው ብለናል። ይሄ አንድ ህግ ነው። ሌላው ሁለተኛው ሙፍረድ ኢዳፋ ሆኖ ሲመጣ ጀምዕን ነው የሚያመለክተው። አቀለል ጀምዕ ደግሞ ያው እንደምናውቀው ከሁለት ይጀምራል ማለት ነው፣ ከሶስት ይጀምራል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ከየት አመጣችሁት ሙፍረድ
إضافة سيدرق عمن عموم النوم يعملكته ولم يلو كيت عمتاتشه تبلو قرآن ويماس رجام ربي تعالى لمسالي على أدلة كثيرة ومنها قوله تعالى لمسالي الله بسورة إبراهيم أنكس سلاسة رتلاي منالة وإن تعد نعمة الله يا الله سقا بتكوترو على لا تحسوها أتشرسوات مالن أهون نعمة الله من تلونات نتبوا ما سرجوا نعمة الله نقوله مفردنات نتلانات سقانات يا الله سقاوش بلن ببزو كترنو نياغن من ترقو لا من هن كيت تردان لا تحسوها لها بنتلان على هذا الرقو مهن ما سريا قسون عادكو ترواتشو من يالو ببزو كترنو يتكسو مالتنو نا. ونعم الله كثيرة وليست واحدة فقط يا الله سقاوش عند بيتشار اللم بتقام بزونه صفر كتر يلوم لا تحصوها نو ولو كانت واحدة نعمة وعندي تبته النورو لكانت محصاة تكوتر نبر تجرس نبر ايش ناتبلا كذي مردات انجلال للمالتنو ايه نو ليلاو لما امتاتات ميكتك مباتشو ليلابو توجالو لمسالي أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا سورة ياسين أنك السبع أندلي والسماء بنيناها بأيدين وإنا لموسعون سورة الزاريات أنك أربع سبع تلعي مالتنو النزهين اسم اللي التادر واتشونو جمعنا دل من دي ميعملك تتبلو نزهين بوتاوج ليانسو يجلالو مالتنو لنزهين ملسو بتعام كلالنو إذا بوتاوج يتتكسوت لا تشريفنو لا تشريفنا لا تعظيمنا لمثال يكون عند عند سويج رأساتهم سيقوللو إنيا إلى اللوكو بس أولي جنخواس النمتع الله دقمو قراء الله إنيا ملبتا اللي بزوبوت علي لا تعظيم إنا نحن نزلنا الذكرى إلى المثال إنيا ذكر هنا القرآن نوررنا وإنا له لحافظون إلى سورة الحجر أنكزت إني لي بكا هي تعظيمنا الزهم لاي بأجاتش نسيل جمعنا للم جمعنا للم يا ملكته أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا سيل تعظيمنهم يا ملكته مالتنا هنن هلاتنا مشهود اللبنم لكن المراد بها التعظيم فالأيدي هنا المراد بها التعظيم تعظيم اليد اجن مالك الله يراسو نجي يالك أنه بأجاتش يفترنو يالك وهناك أيضا مناسبة اللفظية وهي أن الأيدي وضفت إلى نا الدالة على الجمع فكان جمعها أنسب للمضاف إليه من التثنية ولهذا قال بل يداه ولم يقل لما خلقت بيدينا العالم لمثال بزوك تربيون لما خلقت بيدينا العالم بل يداه نيالو بيدي نيالو إن أزهم لا يملس تشتبت على مالتنا سلذي مجمروا أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا يملوا سورة ياسين لا يتتكسي قرآن أنكس لتشريف لمالك لتعظيم من دهونا إهي مجمروا من لاشي ستبتال هلتن يوغنه سورة الزاريات أنكس أربع سبات لي والسماء بنيناها بأيدين وإنا لموسعون بأيدين إن ماوك ليلو بأيدين من تلوها قال الجناد اللي من تعملكته ليلانج زي لا يبزو سوى الشو دال سلزي إيهي قوان قوى ليلانو يدقار الجقار أيقنانيوم قوى لمالتنو شدة بأيدين سن المالتنو يدن عاد إلا يال عاد نوهي عاد والجواب عن هذه الآية سهل جدا إيه والسماء بنيناها بأيدين يميلوا مالتنا وهو أن نقول أيدي هنا ليست جمعا أيد من بأيدين من تلو أيد من تلو جمعنا التاملكتم ومن قال أنها جمع ذي سورة الذاريات لاي أنكس أربع سبات لاي يالتشو أيد من تلو جمعنا من تاملكتو يالسو فهو واهم متعم تترات أرينا ما هي منو
لا يعرف سياق الكلام ولا يعرف اللغة العربية يقوان قوانا كهيرا يشلم عيوكم عربيا نم عيوكم مالتنا فأيد هنا مصدر مصدرنات أرأستنج وليست اسما لليد لا أج سما رلتش ميشي أي قنانيم هلتو أجناه أي قنانيم أيد مصدر فعلها آد يأيد آدلو قسو قسو آد إيه للا 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 كالنو هلتو أي قنانيم لب مالتا لبن والمصدر أيدا كباع يبيع بيعا من لو مالتنا آد يأيد آدا بلند من لو مالتنا هنا هي مصدر مصدر آد ومعنى آد أي قوية مالتنا آد سن القوية نو قوية فمعنى بأيد أي بقوة لسان العرب لا ابن المنذور قصة عند قصة كلت متو سمانية سدس لا مملكة الجلال مجمل اللغة لابن فارس قصة عند قصة عند متو سمنت لا مملكة الجلال إلا يرهو لتك على توج بأيد سلالة أج مالتنا بأجوش مالتنا بلندان ترقوم بقوة إلا مالتنا بحايل إلا مالتنا إلا يال يا أجنو للا قدينو أجنو سمنو إيجن بأيدين مصدرنو أرأستنو لك أولا مثالي بلا يبلال مبلاتن دمن لو مال مبلاتن من لو أرأستنو مصدرنو إجدك موسمنو مصدرننا اسمن مليت عندو تلكو سرانو مالتنو أيجن أنيم الله ننفرا سلازي فيكون المعنى أن السماوات قوية كما قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا إلى السلزي هولتو عيقنا نيما لتنيما جمّر أمي أقربوت من رجا لتعوزي منو بلنال إيهن نيو دقمو قالاتو تراسو عيقنا نيما لتنو إن شاء الله باتك على إنقدي هلو من رجا وشن بزرزر سنّي لا الله سبحانه وتعالى هولت يحاكيك آيهونو الجوج اندالوت مازدك تغبينو مالتنو يزاريو من رجاشن انجديني مسلال كنياتهم بزيه لالله سبحانه وتعالى هلت الجوج اللوت بميلو قلفنا تبزوري علي بوست لوست بزو يتغبا مامتاشواشنو زاري يغففنو آي ايه قرآن من الال ايه ننو من الال عند انجدي عند ميتاكسون عند جي ميتاكسون اياتو جي يامتو هيو عند جادل اندي ميلو بلو اندي عمتاتو اچنو يولو مابراري اها ايهن نيو مال اندي زينو ازي بوتا لا يتتاكسون ما ايهن لمغلسنو بكا فيس تو فيس فيت لفيت ايان داندو سو ايهن سنة كشبها كبجتا كمامتاجا لتبق قدي لوال مالتنا حق نو اللهن النفرا سو لما يربا بولتيكا يموتنو يايينونو يايينونو انكوان لذي لحق مالتنا انكوان ايه دنيا اخيرا يقوم ببت توحيد كارتو مالتنا ان شاء الله هلاتشنم عاكداتشن ناتبك ان الناس الله سبحانه وتعالى هلاتشون ميتبك اتشوه تككل ان يوني سلفوشن من قراتبك ان من نزال الله يدرقن الله يبلت ايوكال وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.